أهلا بكم مع طبعة جديدة من سكرتير التحرير. طبعة اليوم تأتيكم من داخل جريدة الأهرام، ونعرج خلالها على أهم الأخبار والعناوين المتعلقة بالشأن المصري. أهم العناوين في العدد الصادر لجريدة الأهرام في عدد الجمعة هي العنوان الرئيس يتعلق بزيارة الرئيس محمد مرسي إلى المملكة العربية السعودية. هناك تأكيد من الرئيس محمد مرسي أن محادثاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تصب في صالح استقرار المنطقة، ويؤكد على أن المستقبل يحمل الخير للبلدين. هناك أيضا حديث عن تذليل العقبات أمام الاستثمارات السعودية وزيادة فرص العمل للمصريين في المملكة العربية السعودية. أيضا الرئيس محمد مرسي يلتقي بأبناء الجالية المصرية ويؤدي مناسك العمرة ويزور الحرم النبوي الشريف. أيضا من العناوين في عدد الأهرام غدا الجمعة، العنوان يتحدث على لسان المتحدث باسم الرئاسة، هناك أخبار إيجابية حول المحتجزين المصريين في المملكة العربية السعودية قريبا. وأيضا هناك عنوان متعلق باليوم مليونية الصمود في التحرير والإرادة الشعبية بالمنصة. أيضا مؤتمر دولي لدعم الاستثمار في مصر في أكتوبر المقبل. أيضا هناك عنوان متعلق بزيارة الرئيس محمد مرسي إلى إثيوبيا بعد غد لحضور القمة الإفريقية، وهناك إشارة على أن اتفاقية عنتيبي ستكون على جدول محادثاته هناك. أيضا هناك عنوان متعلق بالانتخابات الليبية، وهناك رفض من قبل إخوان ليبيا لنتيجة الانتخابات. عنوان آخر يتعلق بإحباط تهريب 100 تمثال أثري نادر و600 عملة معدنية، وعنوان أيضا يتعلق بالاستعدادات لشهر رمضان المبارك، يقول وصول 18,000 رأس ماشية إلى ميناء العين السخنة. للتعليق على هذه العناوين معنا الأستاذ عبد العظيم درويش مدير التحرير في جريدة الأهرام. أهلا بك أستاذ عبد العظيم. أهلا بك أستاذ عبد العظيم. العناوين الرئيسية تتعلق بزيارة الرئيس محمد مرسي إلى المملكة العربية السعودية، يعني تفاصيل هذه العناوين. لا، هو ده طبعا المنشط بتاع الأهرام بكرة، باعتبار أن ديت أول زيارة يقوم بها الرئيس محمد مرسي بعد انتخابي. وطبعا اختيار الرئيس محمد مرسي للسعودية ده بينم على أن هناك علاقات خاصة تجمع بين البلدين، وأنه في محاولة لإحداث عملية التواصل مرة تانية بعد ما شبه نوع من التوتر بعض الشيء خلال المرحلة اللي فاتت. زيارة الرئيس للسعودية طبعا أجرى خلالها مباحثات مع خادم الحرمين ومع ولي العهد، وربما تكون الملف أو يكون الملف الاقتصادي من أهم الملفات اللي طرحت على مائدة المباحثات. فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، يعني هناك حديث عن تذليل العقبات والاستثمارات السعودية وتنميتها، لأن احنا عارفين أن هناك استثمارات سعودية تتجاوز 5 مليار دولار في مصر، وأن هناك فرصة لتنميتها وزيادتها. ما هي العقبات التي يجب إزالتها؟ هي طبعا بالتأكيد عقبات تتعلق بتعدد المنافذ الخاصة بالموافقة على المشروعات الاستثمارية، تتعلق ببعض القوانين، تتعلق بالبيروقراطية اللي احنا عهدناها في الأجهزة الحكومية في مصر يعني. إنما خلينا إن احنا نتكلم كمان على لقاء الرئيس بأبناء الجالية. لقاء الرئيس كان حريص على ان هو يروح يلتقي بأبناء الجالية، وخصوصا ان السعودية او أبناء الجالية المصرية في السعودية كانوا هم تقريبا يعني بنسبة حاجة 90% اللي ادولوا اصواتهم في الانتخابات، وخصوصا في الجالية التانية. فضلا عن ان الجالية المصرية في السعودية يعتبر اكبر جالية يعني. طبعا ديت الرئيس خلال لقائه بأبناء الجالية قال خبر وعد الأبناء الجالية بحاجتين. الحاجة الأولى إن هو من ضمن فريق الرئاسة اللي هو هيشكله هناك سيكون هناك نائب لرئيس مصر فيما يتعلق للاهتمام بالمصريين في الخارج، هذا جانب. ووعد أيضا بأن تكون هناك في الدستور اللي بيجرى إعداده أن يكون هناك حكما أو نصا يتيح حصة معينة
لأبناء المصريين في الخارج في البرلمان سواء مجلس الشعب أو مجلس الشورى. طب يعني هل تعتقد أن يعني زيارة الرئيس محمد مرسي إلى المملكة العربية السعودية أيضا ركزت على مسألة المحتجزين والحصر على المعتقلين؟ هو طبعا إحنا إذا راجعنا تصريحات الرئيس محمد مرسي وتأكيداته بأنه لن يهان مصري سواء في الداخل أو في الخارج، هنكتشف أن هذا الملف يكتسب أهمية خاصة وتحديدا في زيارته للسعودية، لأن هناك العديد من المحتجزين المصريين. أنا ما بنتكلمش على الذين صدر ضدهم أحكام قضائية، لأن أنا هل تعتقد أن ملف الجزاوي مثير خلال هذه الزيارة؟ بالتأكيد، لأن الجزاوي هيتم محاكمته الأسبوع المقبل يعني. ومسألة أن هو أن يكون هناك رئيس يدافع عن المصريين في الخارج أمر طبيعي، إنما مع ضرورة الالتزام واحترام القوانين والأحكام الصادرة هناك. إذا في حق أي مصري أخطأ أو ارتكب جناية أو جنحة أو جريمة ما فلابد أن يعاقب، وبالتالي فإن المباحثات من الممكن أنها تكون منصبة على المحتجزين الذين لم يعرضوا حتى الآن على المحاكمة، وضرورة الإسراع بإجراء هذه المحاكمة إذا ما كانت هناك جرائم تستدعي محاكمة. طب ننتقل إلى عنوان آخر متعلق بالمليونيات. المليونيات يعني إحنا اعتدنا عليها يعني، يعني يبدو أن خبر المليونيات أصبح من الأخبار الثابتة في الصحف يعني. أنا بتصور أن هيصبح الخبر أن غدا الجمعة ليس هناك مليونية، هو ده الخبر. بس المشاركون في المليونية على اختلاف مشاريعهم، هل تعتقد أنه ربما يعني يحدث ما يعكر الصف يعني؟ لا ما أعتقدش يعني، ما لا أعتقد، لأن إحنا اعتدنا على أن إحنا أمام مليونيتين كل يوم جمعة يعني. مليونية يتم تنظيمها في ميدان التحرير، ومليونية أخرى يتم تنظيمها أمام المنصة في مدينة نصر، طبعا على بعد 10-12 كيلو من المليونية الأولى. إنما في النهاية إحنا بقينا في مواجهات يعني، إحنا بقينا نصين يعني، نص ينضم للتحرير ونصف آخر ينضم إلى المنصة يعني. هل تعتقد أن موضوع المحكمة الدستورية يعني عمق من هذه الفجوة بينها؟ بالتأكيد طبعا، بالتأكيد يعني، لأن قضية المحكمة الدستورية، لأن إحنا كلنا يعني شفنا وتابعنا أن الرئيس المصري حرص أن هو يؤدي اليمين الدستورية 3 مرات، وفي كل مرة كان يقسم أنه سيحترم أحكام القانون والدستور. وبالتالي فإذا أنت حسبتها على أن هو تدخل في أعمال القضاء أو بداية صراع إرادات ما بين، أو صراع مؤسسات أو حرب مؤسسات زي ما أنا قايل في المقال بتاعي، إن ده يعني مسألة ما هيش مفروض أنها تحدث. إحنا نحن الآن فعلا نواجه بمرحلة حساسة تستهدف بالتأكيد إن هي لم الشمل، وتستهدف التأكيد البحث عن نقاط الاتفاق والبعد عن نقاط الاختلاف. طب من كلمة اتفاق أستاذ عظيم ننتقل إلى ملف آخر متعلق بزيارة الرئيس محمد مرسي إلى أثيوبيا ومشاركته في القمة الأفريقية. القمة الأفريقية حاجة إلى يعني كلمة سواء ما بين دول حوض النيل، هل تستطيع أن الرئيس مرسي يستطيع ترميم؟ ديت محاولة من جانب الرئيس، إن هو من الممكن إن هو إعادة التفكير مرة أخرى في قضية الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل. عارفين ان اتفاقية عن تيبي وقع عليها حتى الان 7 دول أو 6 دول فيما عدا مصر والسودان يعني، واتفاقية عن تيبي ده بتهدد مستقبل المياه في مصر يعني، لان هو بيعيد تقسيم موارد المياه بين 9 دول مرة يعني اخرى. من وجهة نظرك ما هي الاوراق التي يستطيع يعني ان يعرضها الرئيس محمد مرسي؟ خلينا نكون واقعيين يعني في هذه الاتفاقيه، يعني ان علاقات الدول ليست مرهونه بتصرف فردي يعني، انما علاقات الدول والتاريخ الشريان اللي بيربط دول حوض النيل بالدول يعني ال9 دول دول، ما اعتقدش ان هو من الممكن ان هو يعني يفيض كراهية أو يفيض نقدر نقول عداء بين هذه الدول. ولكن
ان القضيه قضيه توافق وقضيه اتفاق فيما بينهم وقضيه مراجعه بنود اتفاقيه من الممكن انها تتم في اطار يراعي مصالح جميع الدول، وخصوصا ان احنا ما عندناش مورد اخر للمياه غير نهر النيل، في حين ان الدول الاخرى لديها موارد عديده غير موارد النيل يعني. وبالتالي فمراعاة ظروف كل دوله ده اساس، وعلاقات الدول بتبنى على مصالح مشتركه يعني، انت مش هتفصل قضيه النيل عن بقيه القضايا، وخصوصا ان مصر وقفت مع دول الجنوب او دول القاره مواقف من 52. طبعا في ظل الظروف الاقتصاديه التي تعيشها مصر حاليا، يعني ما هي الاوراق التي تستطيع ان تقدمها القاهره من اجل يعني ان تتوصل الى اتفاقيات تحقق هذه المصالح المشتركه؟ يعني في علاقات دوليه وفي مؤتمرات دوليه وفي مواقف دوليه تستدعي ضروره دعم مواقف الدول الافريقيه امام التجمعات الدوليه في اكثر من مره. وخلينا نكون واقعيين ونقول ان احنا من التسعينيات او اواخر نهايات الثمانينيات يعني اهملنا الملف الافريقي، وبالتالي فلا بد ان نعود مره اخرى الى الاهتمام بهذا الملف، لان احنا مصيرنا مرتبط بشريان الحياه بالنسبه لنا وهو النيل، وبالتالي فان العلاقات المصريه الافريقيه علاقات اساسيه، وبالضروره لابد من تنقيه هذه العلاقات من اي شوائب ممكن انها تعلق بها بسبب السياسات، بسبب التصرفات، بسبب منهج للعمل ساد مصر في نهايات او في اوائل التسعينيات وانتهاء حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. استاذ عظيم، ايضا يعني انتقل من الشان المصري الى شان دول الجوار. يعني ايضا الاهرام مركزة على الانتخابات البرلمانية في ليبيا، في ليبيا طبعا رفض اخوان ليبيا على اعتراف بالنتيجة يعني. هو حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها فان النتائج الاولية بتؤكد ان هناك تيار اخر غير تيار اعتقد اللي هو العدالة والتنمية اللي هو احد فروع الاخوان المسلمين في ليبيا، وبالتالي فهنا محمد صوان اللي هو الزعيم الحزب هناك الليبي، ودي لأول مرة بتجرى انتخابات ليبية برلمانية يعني، زي بالظبط كده ممكن نعتبر ان ما تم مؤخرا الانتخابات اللي احنا خدناها ديت أول مرة منذ 60 سنة، ان النتائج الأولانية بتؤكد فوز التيار الآخر، وهو التيار اللي بيقوده رئيس الوزراء الليبي السابق وقت الثورة الليبية، وبالتالي فإن رئيس الحزب العدالة والتنمية في ليبيا بيرفض هذه النتائج الأولية، وبيؤكد أن النتائج النهائية ستحسم القضية لصالح حزبه وليس لصالح الحزب الآخر، وبيتهم التيار الآخر بأنه هو يعني استخدم الدين، ودي مسألة كانت غريبة بعض الشيء، فإنه هو استخدم الدين أو تحديدا وفق تعبيره إنه هو استخدم الخداع الديني يعني في مسألة الانتخابات، وبالتالي فهو كسب بعض الشيء في هذه الانتخابات. نعود أستاذ عظيم مجددا إلى الشأن المصري ونتحدث عن مقال لحضرتك عنوان سيادة الرئيس، هل كانت ناقصة يعني؟ هي كانت ناقصة يعني. لا يعني أنا بتكلم بقول إن إحنا كنا بننشد فعلا إن إحنا نبني دولة على أساس احترام القانون وأحكام الدستور، وبقول فيها إن أنا كنت بنشد ومعي أقلام كثيرة جدا خلال ال3 أسابيع اللي فاتت، وكنت بنشد وبقول له انك انت لابد ان تستهدف بسياساتك وممارساتك ان تصون ولا تبدد، وان تجمع ولا تفرق، وان تحمي ولا تهدد، وان تقترب ولا تهجر، وان تلم ولا تنتقي، وان تبدا عهدا جديدا يعني من المصالحه. يعني يا استاذ عظيم هذه الكلمات يعني جاءت يعني ردا على يعني اجراءات معينه، الاجراءات اللي هي اللي احنا القرار الصادم من الرئيس المصري باعاده مجلس الشعب إلى مرة أخرى إلى الحياة، ده كان قرار صادم للكل، وإن معظم، وأنا بقول معظم مش كل الخبراء
الخبراء الدستوريين أكدوا أن هو لأن هناك في لبس عند البعض أن حكم المحكمة الدستورية لم يكن حكما بحل مجلس الشعب، حكما ببطلان القانون اللي تم على أساسه تشكيل مجلس الشعب. وفي حيثيات الحكم اعتبرت المحكمة الدستورية أن مجلس الشعب غير قائم أساسا. طب من وجه نظرك المخرج من هذه الأزمة الحالية؟ المخرج خلاص تم، المخرج تم بالفعل بالحكم الثاني للمحكمة الدستورية بأن هي قررت وقف قرار رئيس الجمهورية. طب هل بيان الرئاسة يؤكد؟ بيان الرئاسة بيؤكد أن هناك انفراجة ما في الموقف. شكرا سبازيف، الله يخليك، شكرا جزيلا، شكرا. يعني فاصل قصير نعود بعده لتقليب صفحات الجزء الثاني من طبعة اليوم التي تأتيكم من داخل أروقة جريدة الأهرام. أهلا بكم من جديد من طبعة سكرتير التحرير التي تأتيكم من داخل جريدة الأهرام. أهم العناوين في الجزء الثاني من طبعة اليوم يتعلق بالأخبار المحلية. العنوان الأبرز يتعلق بتخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة 25%. هناك أيضا عنوان يتعلق بالعاملون يحاصرون رئيس هيئة السلامة. عنوان آخر قبول الأوراق بمشروع المليون وحدة سكنية قريبا. عنوان أيضا في الجزء الثاني من طبعة اليوم في جريدة الأهرام، شجرة معمرة تسقط في 26 يوليو لأسباب غامضة. عنوان أيضا يتعلق بتطبيق مبادرة إيقاف الإجراءات ضد 26 ألف متعثر لبنك التنمية الزراعية. عنوان أيضا في الجزء الثاني من طبعة الأهرام، 400 مليون جنيه قرضا فرنسيا لدعم شبكة الكهرباء. يعني للتعليق على هذه العناوين معنا الأستاذ هاني عمارة نائب مدير التحرير. أستاذ هاني، هل العنوان الأول المتعلق بتخفيض استهلاك الكهرباء متعلق بفصل الصيف ولا؟ نعم، هو ما يعني لاحظنا في الفترة الأخيرة أن في مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لاستهلاك الكهرباء نتيجة الضغط المتواصل خاصة في فصل الصيف وارتفاع عدد الكبير لأجهزة التكييف اللي بتشتغل في خاصة في وقت الذروة والكلام ده. فكمان في طلب، يعني في ظل طلب متزايد من جانب الاستهلاك المنزلي وأيضا الاستهلاك الصناعي حصل في مشكلة في الكهرباء، لأن دلوقتي الكهرباء أو وزارة الكهرباء بتحاول تعمل عملية تخفيف الأحمال، وبالتالي بتضطر أو هناك مشكلة أنها ممكن تفصل محطات عشان تعمل عملية تريح للأجهزة نتيجة الضغط المتزايد عليها والكلام ده. فالحكومة بتحاول بقدر الإمكان أنها تصل لحلول جذرية للمسألة، لأن أنت عشان أنا ملاحظ هنا أن الحكومة لم تكتفي، بس كان في دايما إشارات أن طلب المواطنين بعد مسألة الترشيد خاصة المنزل في ساعات الذروة، لكن نلاحظ المرة دي أن الحكومة هي نفسها التي تقدمت أو تصدرت المبادرة لعملية الترشيد. يعني هنا الحكومة ورئيس الحكومة بيطالب بتخفيض بنسبة 10% وحظر شراء جهاز التكييف للمصالح والدوائر الحكومية. كمان الحكومة هتوفر 5 ملايين لمبة موفرة وهتوزعها على الناس ب 50% من الثمن. ده كله نوع بقى الحكومة بتتخذ حزمة من الإجراءات لتحفيز الناس من جانب، واللي هم المواطنين إلى جانب التزام الحكومة نفسها بعملية ترشيد الاستهلاك في معدلات الكهرباء. طيب ننتقل بعنوان أيضا مهم جدا في الجزء الثاني من طبعة الأهرام، يتعلق بتطبيق مبادرة إيقاف الإجراءات 36 ألف متعثر لبنك التنمية الزراعية. أعتقد خبر مهم. طبعا هو من ضمن الأخبار الجماهيرية في أهرام الجمعة، في خاصة فيما يتعلق بصفحة المحليات. كلنا عارفين أن هناك عدد كبير من المزارعين الذين حصلوا على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي، وعدد كبير منهم لأسباب يعني يصعب شرحها هنا أنهم تعثروا عن السداد. يعني إيقاف الإجراءات المتعلق بإيقاف إجراءات حجز أو في كان حصل في لا كان في حصل إجراءات قانونية ضد المتعثرين وصلت أنهم للحبس.
هو هنا وقف الإجراءات القانونية اللي هي بعدها بتتحرك تتحول إلى قضية وتنتقل إلى المحاكم وبالتالي. أستاذ هاني يعني مش ملاحظ إن فيما يتعلق ببنوك التنمية والتمويل الزراعي أن صغار المزارعين هم دايما ليه بيبقى في وش المدفع، يعني في ناس واخدة من مزارعين أيضا واخدين مبالغ ضخمة جدا. عندك حق. وتحصل معاهم تسويات ويحصل معاهم إعادة جدولة، وعندما يتعلق الأمر بمزارع بسيط اقترض مبلغ زهيد دائما السعر مسلط عليه. انا متفق معك تماما، لان هنلاحظ ان حصل تحول نوعي وتحول خطير جدا فيما يتعلق بالبنك التنميه الزراعي، لان هو كان في قبل كده كان اسمه بنك التسليف الزراعي. بنك التسليف هو يعني بنك فلسفته الماليه هو دعم المزارع في تقديم بذور مدعمه، بتقديم سلف علشان الانفاق على المحصول الى ان يتم الحصاد، تقديم الأسمدة بأسعار مدعمة. للأسف هو تحول إلى تاجر، يعني تحول من بنك له فلسفة لدعم المنظومة الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي بشكل عام إلى تاجر. يعني حتى أستاذ هاني في هذا الصدد يعني يلاحظ أو يشكو دائما المزارعون في القرى أن بنك التنمية والتمويل الزراعي يحدد نوعية القروض، يعني القروض ذات الفائدة المنخفضة يتم استبعادها ويجبرهم على الأخذ بقروض بنسب عالية جدا. يعني لماذا لا تتدخل الحكومة في هذا الموضوع؟ والله احنا يعني ده اللي بنتمناه بقى مع يعني ثورة جديدة مع رئيس جديد، يعني كان يعني بند دعم الفلاح بندا واضحا في برنامجه الرئاسي. نتمنى، لأن فعلا أنا من وجهة نظري أن العمود الفقري للاقتصاد المصري هو الزراعة. يعني هتلاقي يعني نسبة لا أقل من 20-30% من المجتمع المصري يعمل بالزراعة، وهي أساس التنمية الحقيقية. يعني الزراعة. إحصائيات تقول إن 60% من المصريين يعملون في الزراعة. نعم، لأن هو ده عصب الاقتصاد الحقيقي. يعني إحنا أنت لو حبيت تؤمن إنتاجك الاستراتيجي الحقيقي للاستقرار والتنمية في المنتج الزراعي، سواء في القمح او سواء في الارز سواء في الذره سواء في المنتجات اللي هي دي على الاقل ان انت تؤمن رغيف الخبز للمواطن. صحيح. فده الاساس. فبالتالي يجب هذا الملف انه يحظى باهتمام شديد جدا، ويتحول بنك التنميه الزراعي من 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 بنك داعم، من مستثمر وتاجر يعني يمتص دم الفلاح الى داعم له، يعني بزرق. يقدم له يعني انت ما تنزل الريف وتسمع عن اسعار الأسمدة واسعار المبيدات واسعار اللي هي البذور تندهش، اسعار فلكية جدا، اسعار الوقود اللي هي هو حديث يطول في موضوع. نعم. المزارع. نعم. والبنك التنموي. صحيح. عنوان اخر استاذ هاني متعلق بقبول الاوراق بمشروع المليون وحدة سكنية قريبا. نعم، هو من ضمن يعني الحقيقة القرارات الإيجابية للحكومة أنها بدأت يعني تاخد خطوات تنفيذية بقى في مسألة بقى الإسكان محدود الدخل، في محاولة بقى لتفريغ العشوائيات وتحسين حياة الناس اللي ساكنين في العشوائيات. فبالتالي هم كانوا فتحوا هناك حديث عن في 150 ألف وحدة أعتقد. نعم، هو ده 150 ألف جزء من اللي هو مشروع المليون وحدة، ان دول كانوا فتحوا الباب في وقت سابق، وبعدين هم الان حاطين شروط. الاول بقى هيبداوا يقبلوا يعني قبول اوراق الخاصه باللي هم تنطبق عليهم بالشروط. هم حاطين شروط صعبه طبعا نقول تفاصيلها هنا لانها شروط فنيه كثيره. طب استاذ هاني برضه ايضا بعجاله. نعم. العاملون بالسياحه يناشدون الرئيس زياره الاقصر. والله انا شايف ده رغم انه خبر يعني صغير جدا في المساحه، لكن انا شايف انه خبر مهم جدا. وانا يعني الحقيقه بضم صوتي لصوت العاملين في كل قطاعات السياحه، سواء السياحه الدينيه، السياحه الشاطئيه، السياحه المواقع الاثريه. بضم بكل قوه صوتي لصوت كل هؤلاء عاملين السياحه ان هم يقوم رئيس الجمهورية بزيارة لهذه الأماكن، هذه الأماكن اللي هتكون رسالة قوية جدا وواضحة جدا إن الدولة على يعني على رأس السلطة فيها بيدعم مجالات السياحة، ورسالة للعالم إن إحنا مش ضد السياحة، خاصة بعد
اللغط والجدل بان صعود التيارات الاسلاميه ممكن يعمل او يؤثر سلبيا على الحركه السياحيه في مصر يعني. شكرا استاذ هاني. معنا ايضا الاستاذ سامي القمحاوي رئيس الديسك المركزي في بوابه الاهرام. اهم العناوين استاذ سامي متعلقه بعضها بموضوع حكم الرئيس او قرار الرئيس باعاده البرلمان، يعني هناك عنوان النائب محمد العمده يقول انه يشعر بالالم لإعلان الرئيس احترامه لحكم الدستورية رغم علمه بأنها محكمة مسيسة. نعم، الحقيقة ما زال السجال دائر حوالين المعركة القانونية إذا جاز التعبير التي حدثت في الأيام القليلة الماضية بين الرئيس الدكتور محمد مرسي والمحكمة الدستورية حوالين إعادة مجلس الشعب للانعقاد. الحقيقة بيأتي تصريح النائب محمد العمدة في هذا السياق، بيتكلم إن هو ما كانش سعيد باللي حصل من الأحكام وبتعليق البيان اللي هو أصدرته رئاسة الجمهورية برضائها عن إعادة مجلس الشعب أو إعادة المسألة إلى المربع الأول مرة أخرى. اتكلم العمدة عن مبادرة، هو بيطرح مبادرة للخروج الآمن أو ما اسمها بالخروج الآمن. ايه اهم بعجالة، ايه اهم مضمون؟ نعم، هذه المبادرة ايه؟ مضمون هذه المبادرة الخروج الآمن لأعضاء المحكمة الدستورية العليا والأعضاء المجلس العسكري، باعتبارهم حسب قوله ان هم حاولوا او جاهدوا لاجهاض الثوره. طب عنوان اخر استاذ سامي في نفس السياق، بس اخذ من حضرتك لحظه في نفس السياق. في احد المحامين اقام اليوم دعوه قضائيه امام القضاء الاداري طالب فيها الرئيس مرسي باصدار قرار جمهوري بتعطيل عمل المحكمه الدستوريه العليا. استند المحامي في دعواه على انعدام وظيفه المحكمه الدستوريه بما انه لا يوجد الآن في مصر دستور، والدستور معطل منذ قيام الثورة، وبالتالي عمل المحكمة في مراقبة دستورية القوانين ليس قائما، وبالتالي هو بيطالب الرئيس بإصدار قرار جمهوري بتعطيل عمل المحكمة. طب أيضا في نفس عنوان آخر، المستشارة هاني الجبالي تقول أنها لا تمتلك حسابا على مواقع التواصل وما ينشر على لسانها مزور. نعم، الحقيقة في خلال الساعات الماضية والأيام الماضية كان في دائما بتنسب أخبار إلى المستشارة تهاني الجبالي بأنها لها تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكانت بتهاجم فيها التيار الإسلامي بشدة وتهاجم فيها كل من يهاجمها بضراوة. الحقيقة بوابة الأهرام اتصلت بالمستشارة تهاني الجبالي لاستيضاح هذا الأمر، وهل هذه المواقع أو الحسابات المنسوبة هل هي حسابات حقيقية لها؟ فهي أكدت أنها لا تمتلك أي حسابات، واعتبرت أن ما يجري ده جزء من حملة لتشويهها، وأنه الطابور الخامس، ما وصفته بالطابور الخامس الموالي للجماعات في الداخل، بيحاول تشويهها بأي طريقة، وأكدت أن هي لم كل ما نشر ونسب إليها لم تدلي بتصريحات في هذا الصدد. عنوان أيضا متعلق بالنائب محمد أبو حامد يدعو لمليونية في المنصة. نعم، احنا عندنا بكرة طبعا كالعادة في كل يوم جمعة أصبحنا في مليونية في التحرير ومليونية في المنصة، هي مسمى مليونية وطبعا بيكون أعداد أقل بكثير. هو محمد أبو حامد وكيل مؤسسي حزب حياة المصريين دعا للمليونية دي لدعم المحكمة الدستورية العليا واحترام سيادة القانون والدستور، وطالب بالناس بالتجمع عند المنصة في مدينة نصر بعد صلاة الجمعة. وفي نفس التصريح هاجم دعوة حزب النور السلفي لتغيير المادة الثالثة من الدستور بأن تصبح السيادة لله بدلا من السيادة الشعب. طيب، بعدما كانت الأزمة حول المادة الثانية من الدستور عنوان آخر عن المادة الثانية. عنوان آخر أستاذ سامي. نعم، متعلق بحديث الرئيس محمد مرسي للمصريين بالسعودية يؤكد لهم أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى مصر شعبا وأرضا ورجالا. نعم، الرئيس محمد مرسي اختتم نشاطه في زيارته للمملكة العربية السعودية بلقاء حوالي 300 عضو من رؤساء الروابط المهنية للمصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية. كما هو معلوم كانت المملكة العربية السعودية وأصوات المصريين من أكبر الداعمين للرئيس محمد مرسي، الحقيقة استقبلوه بالهتافات وبالفرحة الشديدة لزيارته للسعودية في أول زيارة خارجية له. في خبر أيضا متعلق بأبناء النوبة، وقفة احتجاجية لهم لعدم تمثيلهم في
نعم. الجامعات الأساسية. الحقيقة الوقفة احتجاجية لأبناء النوبة هم عملوا مسيرة من ميدان التحرير إلى نقابة الصحفيين، كان ليهم عدة مطالب تأتي على أو يأتي على رأسها مطالبتهم للرئيس بإصدار قرار جمهوري بإعادتهم إلى أرضهم بجوار البحيرة، وكما طلبوا بإنشاء هيئة عليا لتنمية النوبة القديمة. وطبعا وجهوا نقد شديد للجنة التأسيسية للدستور بأنهم غير ممثلين بها، وطلبوا بتمثيل للنوبة كأحد فصائل الشعب. طب خبر آخر المستفق. وأخير أستاذ سامي، يتعلق بروابط الأطباء بالخارج تطالب بفروع للنقابات في الدول العربية. نعم، كان اليوم في مؤتمر في نقابة الأطباء بالقاهرة نظمته لجنة العلاقات الخارجية، وحضروا ممثلوا روابط الأطباء في الدول العربية والأجنبية، الأطباء وأطباء الأسنان بالمناسبة. الحقيقة طلبوا بمد جسور التعاون مع الأطباء المصريين بالخارج وإنشاء فروع للنقابة في الدول العربية لحماية حقوقهم في الأماكن التي يعملون بها. شكرا. شكرا أستاذ سامي. شكرا أستاذ هاني. فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الجزء الأخير من طبعة اليوم التي تأتيكم من داخل جريدة الأهرام. أهلا بكم من جديد مع سكرتير التحرير من داخل جريدة الأهرام. وصلنا إلى المحطة الأخيرة ونركز خلالها على ملحق الأهرام، ومعنا الأستاذ عبد العظيم الباسل المشرف على الملحق. أستاذ عبد العظيم، ندخل في تفاصيل الملحق بداية بالمناظرات. يعني العنوان المناظرة الأولى مصر بين ألعاب السياسة وألغاز القانون، هناك مناظرة بين الدكتور إبراهيم درويش والدكتور ثروت بدوي، مضمون هذه المناظرة. هو طبعا اعتدنا نقدم لقارئ عدد الجمعة غدا مع المواجهة هي هذا الأسبوع. طبعا طغى على السطح الخلاف الأخير بعد الحل مجلس الشعب والعودة في قراره وتعطيله من جانب رئيس الجمهورية ثم حكم المحكمة الدستورية مرة أخرى. اختلف القانون في شرعية عودة البرلمان، هل هي عودة قانونية أم عودة سياسية أو عودة سيادية؟ اتفقنا في الأساس على بين قطبي من أقطاب القانون الدستوري، هو الدكتور ثروت بدوي والدكتور إبراهيم درويش. أعتقد أن الدكتور ثروت مؤيد لقرار الرئيس. الدكتور ثروت بدوي مؤيد لقرار الرئيس، ويرى أن في عودة البرلمان ده قرار سيادي للرئيس وليس من حق المحكمة الدستورية. إبراهيم درويش يقول لك القرار لابد أن يكون عائد لأن المحكمة الدستورية من حقها ولا تعقيب على أحكامها. الهدف طبعا من المناظرة هي أن نضع الرأيين أمامهما في للقارئ حتى نوضح نقاط الاختلاف ونقاط الاتفاق حول هذه القضية. طب يعني وجهة نظرك أستاذ عظيم، يعني قبل أن ننتقل إلى مناظرة أخرى، يعني الفيصل بين هذا الخلاف بين الفقهاء القانونيين في رأي الشخصي من يفصل؟ أنا يعني الفيصل في هؤلاء، يعني هذه مدارس فقهية، وأنا في رأي الشخصي لما تسألني ليس هناك معقب على حكم المحكمة الدستورية. هذا الحكم هو حكم نهائي وحكم بات وصادر من محكمة دستورية لها قداستها ولها سمعتها، فلا يجب أن نقول لأن مثل هذه المسائل يوم أن خرجنا إلى الفضائيات وخرج القضاء إلى الفضائيات ورأى الرأي ورأي الآخر، حتى عنوان المناظرة ألاعيب السياسة والغاز القانون. هذه لنا نحن مش طرفي كوجهة نظر، أن دخلت المسائل القانونية المجردة باعتبار أن الحكم هو عنوان الحقيقة، سيسنا القانون وقننا السياسة. ودي غير صحية ولا سلبية؟ سلبية. المفروض لأحكام القانون قدستها، والمفروض أن القانون يضحط بالقانون، الرأي القانوني تلجأ لجهات قانونية أخرى حتى تفنده أو تعترض عليه أو تعترض عليه بالأساليب القانونية المباحة، وليس بآراء عبر الفضائيات أو عبر الصحف. هذه هي المسألة وهذه هي الطمة الكبرى التي وصلنا لها مؤخرا، وساهمت في حالة الارتباك لدى المشاهد ولدى المتلقي بشكل عام. هذا له رأي وهذا له رأي آخر، هذا نص التيار بعينه وهذا يميل لاتجاه سياسي آخر، فأصبحت المسألة وجهات نظر بعيدة عن القاعدة القانونية الثابتة أو الصحيحة التي تؤكد صحيح القانون. طب ننتقل إلى مناظرة أخرى متعلقة بشبح للتجار في الوقود يطارد نواب البرلمان. أثير من فترة أن هناك نائبان من حزب النور السلفي، قيل أن على لسان مباحث التموين في تقرير عرض على وزير التموين بأن هذان النائبان أو بأن هذين النائبين يتاجران في الوقود سواء كان سولار أو بنزين، فكانت النتيجة وفقا للتقارير التي وصلت إلى وزير التموين أن قام بتحويلهما للنيابة، وهما في ذلك الآن يعني في تحت إجراءات التحقيق. طبعا كانت المسألة دي ملفتة للنظر أن يكون نائبا ونائب من حزب
لديه أغلبية برلمانية ونائب ينوب عن الأمة، وأن كيف لهذا النائب أن يتم الإتجار أو التكسب بوسائل غير مشروعة. فأجرينا المواجهة بين وزير التموين اللي هو الدكتور جولة عبد الخالق وبين النائبان اللي هو حامد النعماني والأخونا آسف محمد النعماني وحامد الطحان المتهمان. وطبعا نحن على وجهة نظر المعلومات، هل في بلاغ قدم ضدهم؟ وفي بلاغ قدم ضدهم من جانب مباحث التموين. المسائل في الطريق احنا حابين نثبت الى اي مدى هذه المساله حقيقه. الناس هذا بيدافع بيقولوا طبعا اثاره هذه القضيه في هذا الوقت بالذات من جانب الوزير توقيت يحتمل شبهه، لان احنا ما فيش اتهام اسند الينا بشكل مباشر. الوزير بيقول عندي تقارير حولتها بناء على مباحث التموين الموجوده في الوزاره، فالقضيه ما زالت الان محل اخذ ورد. الهدف من القصة دي احنا بنقولها على انه لا احد فوق القانون، ان صحيح القانون يطبق، وان النائب المفروض ان يكون مثالا باعتباره شخصية عامة، ان يلتزم في سلوكياته، وهناك دستور وقانون يمنع ان يتربح او يتكسب او يتعامل مع مؤسسات الدولة او الاتجار في سلعها. وعلى الجانب الاخر هذا وزير المسؤول، اذا كان اتهامه حقيقي فليدافع عن اتهامه، فنحن منتظرين الى ايهما تثبت وجهة النظر الحقيقية. طب استاذ العظيم ده برضه يعتقد هذه المناظرة لها علاقة بأن أزمة السولار والبنزين أزمة مفتعلة يعني؟ أيوة قطعا، لأنه أزمة السولار والبنزين النهاردة ما فيش شك حضرتك أنه الدعم طالما للسلعة سعرين، سواء كان سعر ثابت وسعر آخر للسوق السوداء، لابد أن يكون هناك هامش ربح بين السعر الحقيقي وبين السعر اللي في التجارة في السوق السوداء. طالما كانت السعر مدعومة، ودي أزمة مصر الحقيقية في كيف يصل الدعم إلى مستحقيه، سواء كان في رغيف العيش، سواء كان في الوقود، سواء كان في البوتاجاز، سواء كان في السلع الحياتية التي تهم المواطن بدرجة مباشرة. ومن هنا لابد من البحث عن آلية، وكان أجدب وزير التموين أن يبحث عن آلية حقيقية في أن يصل الدعم إلى مستحقيه من خلال حصر قاعدة المستفيدين الحقيقيين، بدلا من أن نلقي بالمسألة حول هذا وذاك، لأنه طالما هناك سعران خلقت سوق سوداء ومتربحين. طب ننتقل استاذ عظيم، ننتقل الى ملحق الجمعه يعني. وهذا العدد في ملحق الجمعه صدرناه بصوره للزعيم مسيره نضال دي واحمد بن بلال. مسيره نضال، الهدف ان الثوره الجزائريه طبعا كلنا يعلم تاريخها ان هي 5 يوليو تعيد استقلال الجزائر 5 يوليو 1962. ثوره الجزائر هي التوام لثوره 52 سنه 54. العلاقه التي تربط عبد الناصر بن بلال علاقه طبعا لها جذور تاريخيه وجذور حياتيه معروفه. الجديد في القصة أن هدى عبد الناصر ابنة الزعيم الراحل عبد الناصر خصت الملحق بجذور العلاقة اللي كانت بتربط بين عبد الناصر وبين أحمد بن بلة، وعكست من خلال رؤيتها في هذه الصفحة كيف ربطت بينهما وشائق الرفاق أو الكفاح المشترك منذ أن كان عبد في 54، منذ أن حكم بن بلة في الجزائر وهرب إلى القاهرة وشكل جبهة التحرير الجزائرية، فتلقفه عبد الناصر وظل الاثنان يعملان لصالح القومية العربية ولصالح القضية المصرية في مصر والقضية الجزائرية في الجزائر، حتى تم التحرر الكامل وأعلن استقلال الجزائر في 5 يوليو 1962. طب استاذ عظيم، خبر مهم جدا أعتقد لفت انتباهنا، متعلق في سوق أثر النبي البطيخي قوم الحرارة والصعيدة يتحدون البطالة. ليه الصعيدة بس ما كنوا؟ لا الصعيدة دول أسياد الناس يعني، طبعا أنا حضرتك وأنا وكلنا ننتمي للصعيد ونقدره ونحترمه. الصعيدة دول هم اللي غزوا سوق أثر النبي، لأنه ملحوظ أنه جميع تجار البطيخ صعيدة، والبطيخ فاكهة محببة جدا في الصيف، وفي نفس الوقت فوائدها الصحية وفوائدها لمن يعني يقبل عليها في سواء في ضغط الدم او في تنقيه ضغط الدم ايضا، او في بيحاول يعمل طبعا يرطب في حراره الجلد وفقا للمزايا الصحيه. وطبعا فاكهه محببه البطيخ لقطاع كبير جدا المصريين. الجديد في الموضوع ان احنا رصدنا هذه التجربه، لماذا اثر النبي بالذات تتجمع في اكبر قدر من تجاره البطيخ؟ نوعيه القائمين على هذه التجاره هم من اخوان الصعايده نمره 2 او نمره 3. ليه بعد كده بعد انتهاء موسم البطيخ ان يذهب هؤلاء اللي هم كانوا قائمين على هذه التجاره؟ الحقيقه النهارده الموسم مبشر الحمد لله البطيخ هذا العام، ونتمنى ان شاء الله انه يكون يعني حقق مكسب لمن قائمين على زراعته. العنوان ده مهم جدا، صرخة المكفوفين تطالب. نطالب بالدولة بإنشاء نواري إنترنت وتدعيم الأجهزة والبرامج. طبعا هذه الصفحة طبعا بيتميز بها ملحق الجمعة الحقيقة، هي صفحة من الصفحات الناجحة قياسا برد الفعل الذي يأتي لنا عليها. والجديد في هذه المسألة أيضا ليست نوادي الإنترنت وتدعيم أجهزة البرامج فقط، ولكن فيها قصص جميلة جدا وقصص مشجعة وتتحدى الإعاقة بشكل حقيقي. منهم سيدة من بني سويف نتحفظ على ذكر اسمها وإن كانت طبعا منشورة، وهي لا يعيب هذا بل هذا فخر لها، استطاعت أن تحصل على رسالة دكتوراه في السياحة العلاجية رغم أنها كانت من
كاملة الإعاقة، ولكن بعد عمليات جراحية وصلت إلى أن يبقى في نوع من الإعاقة في ساقها اليمنى، ومع هذا تغلبت على هذه الإعاقة وحققت درجة عملت رسالة ماجستير وعملت رسالة دكتوراه فين؟ في السياحة العلاجية، وهي النهاردة تبوأ مركز وتتبوأ موقع وظيفي هام، وليس هذا فقط، لها آراء سياسية يعني هادفة، فهي تحلم بتمثيل مشرف للمعاقين في البرلمان. يعني أنا عندي استعداد مقدمة مشروع لمحاولة لابد أن يكون أن يمثل المعاقين في البرلمان. طب ده خبر ممر أستاذ عظيم، يعني شخصية، يعني شخصية كاريكاتير مميزة، شخصية مصرية. أحمد طغان طبعا ده شيخ رسام الكاريكاتير في مصر وفي العالم العربي، والنهاردة ربنا يديله الصحة، تجاوز من العمر السنوات العديدة، ونتمنى أن يمد الله في عمره أكثر وأكثر. أستاذنا الرسام الكاريكاتير طغان قدمناه في هذه المساحة على أساس دور الكاريكاتير في ثورة يناير، اللي هو خد شكل من أشكال الجرافيكي، يعني الجرافيك بقى رسوم الشباب، عبر عن قاعدة جديدة برسوم الجرافيك في الشخصيات بتاعت الثورة زي ما كلنا عشناها وشفناها. أيضا هو ده امتداد لفن الكاريكاتير اللي اتكلم عنه طغان، مؤسس ومدرسة رسم الكاريكاتير الحديثة. من المفارقات اللي انت هشوفها القارئ أو ندعو القارئ لقراءتها، أن السيد طغان اليساري الشيوعي كان عنده تجربة مع الإخوان، وأنه سنة 62 حضرتك اتسجن مرتين، فلما اتسجن هو الشيوعي في سنة 62 قال بقى لما أخرج من السجن أصاحب الحكومة، فقال له راح صاحب وزير الداخلية النبوي إسماعيل، فقالوا له أصدقائه ممكن ينقلبوا على الثورة هتتسجن، وبالفعل في 15 مايو في ثورة التصحيح 1971 أيام السادات قبض على النبوي إسماعيل ومعه صديقه أيضا، فما عود بالسجن أينما كان، ربنا يديله الصحة. أما بالنسبة لأقطف الإخوان، فكان هو بيروح يحضر محاضرات لحسن البنا في المطرية، وحضر هو وأكثر هو محمود السعداني، فلما طلبوهم بقى بجدية الاشتراك 5 قروش ساعتها قالوا لا يا عم. طب الشخصيات العظيمة أيضا يقودنا يعني إلى خبر الأهرام، ودعت اليوم رمز من رموزها الأستاذ سلام أحمد سلامة، يعني شهادتنا في الأستاذ سلامة شهادة مجروحة، لأنه هو أستاذ ومعلم ورائد من رواد الصحافة وكتاب الأعمدة في مصر وفي العالم العربي. الأستاذ سلامة خسارة الصحافة المصرية والعربية خسارة فيه كبيرة جدا، وخسارتي أنا شخصيا لأنني من أحد تلامذته خسارة كبيرة قوي قوي، ويمكن أنا عجزت على أن أنا أصور حتى أو أكتب حاجة عنه، لأنه هو أكبر من أن يكتب أو يرسى. سلام أحمد سلامة قام وقيمة نحسبه عند الله سبحانه وتعالى، ونتمنى أن يعوض فقيدنا عن الصحافة المصرية، لا تتأثر بغيابه، وأيضا الصحافة العربية رحمه الله وجعل مثواه الجنة. شكرا 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 أستاذ عظيم. يعني إلى هنا نكون قد وصلنا إلى محطتنا الأخيرة من طبعة اليوم من داخل جريدة الأهرام، فشكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.